لابد أنك شاهدت الكثير من الأخبار حول دولة بروناي مؤخرا، فدعنا في هذا الفيديو نكشف لك أسرار هذه الدولة، وهل حقا كما يقولون هي بدولة الأحلام؟ بروناي دار السلام أو أمة بروناي هي دولة تقع على الساحل الشمالي لجزيرة بورنيو في جنوب شرق آسيا، تنقسم إلى منطقتين تفصلهما بلدة لمبونج التابعة لولاية سراوغ الماليزية التي تحيط ببروناي بشكل كامل باستثناء ساحلها الشمالي المطل على بحر الصين الجنوبي. كما تعتبر دولة مستقلة على جزيرة بورنيو حيث تتقاسم ماليزيا وإندونيسيا الجزيرة. تقع معظم بروناي ضمن أراضي الغابات المطيرة والتي تغطي معظم الجزيرة. مساحة بروناي هي 5769 كيلومتر مربع، ويصل تعداد السكان إلى 428697 نسمة. اللغة الرسمية هي المالاوية، ويتحدث القليل منهم الإنجليزية. وما لم يخبرونكم عنه هو نسبة البطالة التي تصل إلى 4% في بروناي. وفيما يخص الصحة فلا يوجد أي مشفى على قائمة الاعتماد الدولي، وهذا ما يعني أن قطاع الصحة في هذا الدولة متخلفة ويعاني بعد أزمة الوباء العالمية. كما أيضا لا توجد كلية للطب في بروناي، وهذا ما يجعل البرونيون الراغبين في دراسة الطب إذا الذهاب للخارج. وفيما يخص المعيشة فالحكومة لا تزال المسؤولة على العلاج وتقديم إعانة الأرز للسكان، ويشعر زعماء بروناي بالقلق تجاه الأزمات العالمية الأخيرة من الوباء والحروب التي تؤثر سلبا على البلدان النامية ومنها بروناي. بروناي دولة ساحرة وجميلة وطبيعتها خلابة، فيها حيوانات نادرة. أما يا عزيزي المشاهد لا أنصحك بالهجرة إليها، فهي لا تصلح للهجرة بما أنها دولة نامية وفي طريق النمو، ودولة صغيرة جدا وفيها ازدحام وتعداد سكان كبير، ولا تصلح للمهاجرين.